وشريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. فمنهج السلف صالح لكل زمان ومكان، نور من الله عز وجل لا يزهدك فيه كلام هؤلاء المخذلين أو الضالين. الإمام مالك رحمه الله يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها ما هو؟ هو الكتاب والسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والعمل بالقرآن والعمل بالسنة، هذا الذي أصلح أول الأمة. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فمن أراد النجاة فعليه بمعرفة مذهب السلف والتمسك به والدعوة إليه، فهو الطريق النجاة، هو سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تركها هلك وغرق في الضلال. فلا نجاة لنا إلا بمذهب السلف.